كل سنة حضراتكم طيبين. بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على اللحوم والاستعدادات للذبح. وعلى فكرة الشعب المصري كله مسلم ومسيحي مستني اليوم ده، كلنا بنذبح وبنشوي وبناكل، اذا كان بسبب الشرائع الإسلامية او بسبب العادات والتقاليد اللي بيتمتع بها الشعب المصري. عايز اقول لكم قبل الفاصل هنا، مينا بيقول لك لا اللحمة عندي ب100 جنيه، الاستاذ احمد بيقول له لا ده ما ينفعش ان هي تكون بلدي. فتلاقي فيه المجتمع كله بيتكلم على اللحوم. وزارة الزراعة ليها دور كبير جدا ان هي توفر اللحوم بسعر مناسب وبجودة يعني تنافسية، يبقى المستهلك مطمن وهو بيشتريها. في استعدادات اخرى داخل هذه المنافس، الموضوع مش لحوم بس، احنا عندنا سلع غذائية كتير، في زيوت وفي كل المحاصيل الزراعية، بنتكلم على البقوليات، بتتكلم على المنتجات، بتتكلم على ما يحتاجه المواطن المصري لغذائه. انا بيشرفني النهارده وجود المهندس احمد مختار، مدير منافس الزراعات المحميه بوزاره الزراعه. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. المنافس، قبل ما اتكلم عنها انا عايز اتكلم على الدور الرقابي. يعني كلمه منافس وزاره الزراعه دي ضمانه ولا انتم برضو عليكم متابعه؟ لا طبعا، منافذ وزارة الزراعة طبعا الوزارة تعتبر الوزارة الأولى الخدمية في مصر، فهي وزارة لا تهدف للربح، فاحنا من خلال المنافذ الخاصة بالوزارة. يعني انت مفتش التموين من حقه يخش عندك يشوف اللحمة ويشوف التلاجات ويقول لك ده لا ينفع وده ما ينفعش؟ طبعا تموين، طب بيطري، صحة، كل الناس لازم تدخل عندي وتبقى مطمنة عشان المواطن يبقى مطمن. تمام. كل الجهات الرقابية بتراقب كل المنافذ الخاصة بالوزارة، سواء كانت منافذ ثابتة أو من خلال المنافذ المتنقلة عن طريق السيارات الخاصة بوزارة الزراعة. احنا كافة الجهات بتتعاون ان المنتج يبقى كويس عشان خاطر يخرج المواطن المصري بجوده عاليه. ممتاز. وقال كلمه بس انا مش هعديها، قال الثابته والمتنقله. طب الثابته موجوده فين والمتنقله احنا توسعنا فيها؟ وفي بعض المحافظات او بعض الاماكن كان الناس يقول لك اشمعنا بتوع الدقي؟ اشمعنا في المحافظه الفلانيه في منفذ واحنا ما عندناش؟ عملتم ايه عشان تنتشروا؟ احنا وصلنا دلوقتي من خلال الزراعات المحميه ان احنا وصلنا ل 31 منفذ على مستوى الجمهوريه. احنا لدينا المنافذ زي ما حضرتك ذكرت كده في الدقي وفي محافظه الجيزه، لدينا دلوقتي فتحنا منافذ في محافظه جنوب سيناء، في مدينه ابو زنيمه وبورديس والطور ودهب وسانت كاترين ونويبع وطابه، لينا 7 منافذ في محافظه جنوب سيناء، لينا 6 منافذ في مدينه 15 مايو، لينا منفذ في حدائق اكتوبر. بنحاول ان احنا نتوسع من خلال المنافذ الثابته لوزاره الزراعه، واذا ما كانش لينا منفذ ثابت بنحاول ان احنا من خلال السيارات المتنقله بنروح للمناطق اللي ما نقدرش ان احنا نوفر فيها منفذ دلوقتي، فبنحاول ان احنا نبقى متواجدين من خلال السيارات الخاصه بالوزاره. في جهات اخرى يعني في منافذ للتموين وفي امان وفي اللي هي خاصه بالداخليه وفي الوطنيه، وفي قطاعات خاصه بالوزاره برضو زي قطاع الانتاج. وفي ده يختلف عنكم؟ لا، الامان ومنافذ الجيش دي منافذ خاصه ليها لوحدها. ده اللي اقصده بقى ان احنا في تنسيق ولا لا؟ يعني انا في مكان منافذ الجيش موجوده فيه، فانا بالزبط. مش محتاج ان انا اروح النهارده بالعربيه علشان اوزع المنتجات بتاعتي. بالظبط، ده بيبقى فيه تنسيق، في تنسيق، انت عارف بينا الاماكن اللي محتاجه فعلا. بالظبط، احنا من خلال المجالس المحليه بنحاول ان احنا بنعرف من خلال المجلس المكان ده محتاج منه منفذ، فيه منفذ لامان او للقوات المسلحه، بنحاول ان احنا نبتعد شويه عن المكان ده بحيث ان المواطنين في حوالين المنطقه كلها يبقى لديهم كافه المنتجات. ولكن طبعا منافذ وزاره الزراعه بتبقى ذات اهميه اكبر شويه من بقيه المنافذ عشان خاطر بتبقى المنتجات بتاعتها عليها رقابه، رقم واحد. رقم اتنين ان هي بتبقى معروف ان المنتجات دي من داخل المعاهد الخاصه بالوزاره، فالناس بتبقى واخداها مطمنين للمنتج بتاع الوزاره. تمام. طيب استعدتهم ازاي بقى؟ طبعا احنا بناء على تعليمات معالي وزير الزراعه السيد الكوسير بدانا ان احنا ننفذ التوسع من خلال طبعا بمناسبه شهر عيد الاضحى المبارك، ان احنا نوفر الاضاحي واللحوم الفريش واللحوم المجمده واللحوم السوداني من خلال المنافذ الثابته والمتنقله. احنا لدينا في المنافذ الخاصه بوزاره الزراعه سعر كيلو اللحمه الفريش ب 110، سعر كيلو اللحمه الضاني ب 110، سعر كيلو اللحمه السوداني ب 85 جنيه، سعر كيلو اللحمه البرازيلي 65 جنيه، سعر الكبده البرازيلي 55 جنيه. بنحاول ان احنا نوفر كافه المنتجات للمواطن المصري بحيث ان هو لو ما قدرش على المنتج الفريش موجود المنتج المجمد من لحوم برازيلي او سوداني، موجوده كل المنتجات. لدينا الدواجن من خلال التعاون مع الثروه الحيوانيه، لدينا الاسماك، كل المنتجات متوفره من خلال المنافس. الاسماك بركه غليون ابتدى المنتج بتاعها يظهر عندكم؟ بالظبط. وفي كمان احنا لدينا في مزرعه نويبع لدينا الاحواض الخاصه بالزراعات المحميه، بنحاول ان احنا من خلالها نوفر السمك البلطي في محافظه جنوب سيناء، وبدانا ان احنا نجيب منه هنا. لا ده سيناء، ده انا هتكلم فيها معاك لان ده موضوع مهم. بس انت قلت حاجات غريبه،
قلت لي 110 البلدي و110 الضاني، طب انا هروح اشتري منك هتروح طق قاطع واقول لك ايه كل الدهن ده، تقول لي هو كده ولا بيبيع لي ازاي؟ احنا عندنا حاطين سيستم لكل الناس، عندنا 900 جرام الكيلو عليه 100 جرام دهن. حضرتك مش عايز الدهن بتاخد ال 900 جرام صافي لحمه بتاعت حضرتك الخاصه بيك، وال 100 جرام عايزهم او مش عايزهم دي حريه شخصيه، لكن انت من خلال المنفذ بتقدر ان انت توفر 900 جرام صافي من اللحوم من غير اي دهون. قطع اللي انا عايزها هقول لك اللي انت بتشاور عليها بتاخدها. انا ما خلي بالك انا ما بعرفش فيها، يعني مش هقدر اقول لك اديني الفليتو دي ولا اديني وش الفخده ولا، انما ما فيش حاجه اسمها قطعه مميزه. لا في اللي انت عايزه كله بتاخده بنفس السعر. بنفس السعر كل حاجه في اللحمه موجوده بنفس سعرها، سواء كان كندوز او ضاني، حتى الكبده نفس السعر. أيوة. حتى المفروم بيبقى عندنا مكنه المفروم من خلال برضو حضرتك الحته اللي انت بتشاور عليها بتاخدها بتتقطع لك وتتفرم لك وانت واقف دابل. كل حاجه قدام عينيك عشان تبقى واخدها وانت مطمن. دي خدمه كويسه جدا. الكيلو عليه 100 جرام دهن، يعني انت بتاخد 900 لحمه صافي و100 دهن، لان هو الراجل ده جايب ذبيحه بتتذبح فبتدي معاه تصافي لحوم وهو ما عندوش هدف ان هو يكسب منها، فهو عمل تقسيمة عادلة علشان ما يخسرش وهو مش عايز يكسب، وانت بتاخد المنتج بتاعك وانت مستريح مبسوط خدت القطعة اللي انت محتاجها. اللحوم اسماك دواجن ده كله بيتم توفيره من خلال اماكن موثوق فيها طبعا. منافذ يعني وزاره الزراعه الناس كلها بتاخدها ثقه، عارفين يعني ايه منافذ وزاره الزراعه، من جوده من سعر. احنا معالي الوزير رقم واحد عنده الجوده، رقم اتنين ان هو يوفر المنتج بسعر منافس يقل عن سعر السوق. احنا اسعارنا بتتراوح من 20-25% تخفيض عن الاسعار الخارجيه للسوق، اقل من السوق ب 20-25%. بنحاول ان احنا نوفر كافه المنتجات من سلع اساسيه زي الرز السكر الزيت السمنة البقوليات زي ما حضرتك ذكرت بجميع أنواعها، الخضروات والفواكه موجودة لدينا من خلال الصوب الزراعية الخاصة بالزراعات المحمية، كل المنتجات دي متوفرة داخل المنفذ. زائد كمان المنتجات اللي مشهورة بها وزارة الزراعة من عسل نحل من مربات بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بنحاول ان احنا نوفر كل المنتجات دي عشان المواطن يبقى بياخد كل منتجاته من المنفذ. انتوا فاتحين في العيد ان شاء الله؟ لا في العيد لا، احنا فاتحين لحد يوم الوقفة بإذن الله. لحد يوم الوقفة؟ لحد يوم الوقفة. يعني احنا ان شاء الله كانت المواعيد المهندس احمد فتحي كانت مواعيدنا من الساعه 9 صباحا حتى 6 مساء، بمناسبه طبعا عيد الاضحى بدانا ان احنا نخلي المنافس تفتح من 8 صباحا لحد الساعه 9 مساء. تمام. دي فتره كافيه بالظبط. دخلتم سينا ومنافس لاهالينا في سينا، احكي لي قصتها ايه؟ احنا بدانا ان احنا نتوسع في محافظه جنوب سيناء بناء طبعا على تعليمات القياده السياسيه ان لازم محافظه جنوب سيناء يبقى فيها اهتمام كبير جدا. بدانا ان احنا نهتم بيها من خلال ان احنا نوفر منافذ في كل مدينه داخل محافظه جنوب سيناء. بنحاول ان احنا النهارده الاربع في لدينا دلوقتي سياره متنقله متواجده زي انا بكلم حضرتك دلوقتي في محافظه جنوب سيناء في مدينه نويبع، موجود فيها اللحمه الفريش والكبده واللحمه الضاني سعر الكيلو ب 110. بكره باذن الله هتبقى موجوده في مدينه دهب، يوم الجمعه ان شاء الله هتبقى موجوده في مدينه الطور. من خلال الايام دي هنبقى ده ان احنا يبقى عندهم اللحمه الفريش متوفره، اللحوم المجمده متوفره، العسل وكل المنتجات الخاصه بالوزاره متوفره في المنافس. احنا بنحاول ان احنا نتوسع في كافه المحافظات. يعني النهارده لازم يكون في عداله في الخدمه المقدمه للمواطن في مصر، مفيش حاجه اسمها محافظه محرومه من هذه الخدمات. وده اللي لما انا كنت بلمسه زمان وانا بتكلم مع المحافظات الحدوديه وانا موجود في هذه المحافظات، اقابل الناس يقول لك محدش بيسال عننا، ده احنا الخير بيبقى بيتزرع عندنا وبيتصدر قدام عينينا وما بنشوفوش. النهارده منافس وزاره الزراعه انا كنت بشوفكم مجهزين العربيات وبيحاولوا ياخدوا اكبر قدر من المنتجات ومن السلع الغذائيه عشان يودوها لطور سيناء، يودوها لنويبع، يودوها لدهب، وكانوا بيقوموا بمجهود كبير. النهارده لا، حصل تعاون شديد ما بينهم وما بين المحافظين، وفر لي مكان وانا هاجي عندك احط المنتجات بتاعتي. بالظبط. في خطوه مهمه قوي انا عايز اسال عنها النهارده، هذه الاماكن فيها زراعات محميه وفيها مشاريع زراعيه، والمنتجين دول بيعانوا من سوء التسويق، مش عارفين يسوقوا. ما انت ممكن تاخد منهم المنتجات بتاعتهم بدل ما انت بتاخدها من مصر وتسفرها، ولا بتعمل ايه بقى؟ انا بالنسبه لي المنتجات ما دام منتج عليه جوده وما دام ان انا اشرفت عليه وشفت ان هو منتج كويس هقدر ان انا اخده منك. منتج بدون جوده انا ما اقدرش ان انا اخده منك. انت حضرتك بتجيب لي المنتج بتاعك بتقول لي انا عندي منتج الفلاني بعرضه على الاطباء من خلال المعاهد الخاصه بالوزاره، لو المنتج ملائم نفس المنتجات اللي عندنا بنزله باسم شركه حضرتك عشان لو في اي مشكله نرجع للشركه. تمام. لكن المنتجات الخاصه بالوزاره كلها عليها اسم الوزاره من خلال المعاهد البحثيه
الخاصه بالوزاره، والوزاره ليها اماكن زراعيه في هذه الاماكن. بالظبط، يعني زي ما انا ذكرت لحضرتك احنا لينا مزرعه نويبع، لينا مزرعه في الطور، لينا مزرعه في نخل في مدينه نخل، لينا مزرعه في النوبريه. بنحاول ان احنا من خلال المزارع الخاصه بالوزاره، يعني احنا مثلا في النوبريه جبنا الخضروات والفاكهه في موسم اللي كانت فيه الطماطم كان سعرها غالي جدا، وفرنا من خلال المزارع الخاصه بالزراعات المحميه الطماطم من محافظه النوبريه جبناها ووزعناها على محافظه القاهره، وكان عندنا ازدحام جديد شديد جدا ان احنا نوفر الطماطم دي من خلال المنافذ، وكنا بنبيعها بسعر اقل من السعر الخارجي بحوالي، يعني مثلا بره كانت بتتباع ب 10 و 12 جنيه، احنا كنا بنبيعها ب 4 جنيه بس. فكان عندنا تكدس جامد جدا ان احنا المنتج متواجد، والحمد لله قدرنا ان احنا نوفره بكميات مناسبه قدرت ان هي تحافظ على المنافذ بتاعه الوزاره من خلال التكدس بتاع الناس. الاهالي في هذه المحافظات الحدوديه لما بيشوفوا المنتجات دي في اقبال عليها، ولا انت بتعاني من ان في كساد؟ يعني انت المجهود ده على الفاضي، الناس مش محتاجاني؟ لا الحمد لله، الحمد لله بالظبط. احنا بدانا من اول ما بدانا في المنافذ الخاصه بالوزاره بدانا ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا نرضي المواطن المصري عشان يبقى يجي لنا. فاحنا لما المواطن حس بجوده المنتج بتاعنا فبقى عندنا تكدس جامد جدا، ما بنقدرش نفتح في مكان غير لما بنكون متاكدين 100% ان المنتج بتاعنا هيناسب المكان ده. يعني احنا لما فتحنا في مدينه حدائق اكتوبر كنا مستعدين ان احنا نفتح هناك، لان احنا كنا بنودي سيارات متنقله هناك، فكنا عارفين وجاسين المكان هناك ان الناس متعطشه لمنتجات الوزاره، فبدانا ان احنا نوفر المنفذ هناك. كل منفذ مبدئيا زي ما انا قلت لحضرتك قبل ما بنعمل منفذ وقبل ما بنتفق مع الوحده المحليه هناك بنقدر ان احنا نبعت السيارات المتنقله الخاصه بينا بالمنتجات بتاعتنا، ونشوف السوق هل محتاجها ولا مش محتاجها، هل المنتج بتاعنا هينفع في المكان ده ولا مش هينفع في المكان ده. والحمد لله احنا بكل المنافذ اللي فتحناها اثبت ان احنا الحمد لله كل المنتجات بتاعتنا الناس كلها عايزاها ومبسوطه بيها جدا. الاضاحي اخبارها ايه واسعارها كام ومصادرها ايه بقى؟ الاضاحي من خلال قطاع الانتاج ومن خلال المعاهد البحثيه زي معهد الثروه الحيوانيه، سعر الكيلو بيبدا من 55 ل 65 اللي هو الخرفان، والجاموس بيبدا من 95 لحد 100، ده سعر الكيلو قايم من خلال المنافذ الخاصه بقطاع الانتاج والمنافذ الخاصه بالمعهد الثروه الحيوانيه. خلي بالك الناس بتسال عليها دايما، يقول لك رحت قالوا لي خلصت، اتحجزت، اتباعت، في كميات كبيره السنه دي؟ لا في ان شاء الله السنه دي، وان شاء الله هنوفر كميات اكتر بحيث ان يبقى كل الناس واخده كل الكميات اللي هي محتاجاها، كله يبقى مبسوط بإذن واخد حاجه وزاره الزراعه، كل حاجه يبقى مطمن، اهم حاجه الجوده والسعر المناسب. طول العام بشوف عندكم منتجات العسل او العسل الابيض، وفي تنوع كتير ومصادر واسعار متفاوته. ايه الموضوع؟ ليه في اسعار متفاوته وجوده العسل المعروض عندكم؟ لان انتوا سعركم تنافسي خالص جدا، ما يقارنش بالسوق. سعر الكيلو العسل البرسيم بيبدا من 25 جنيه، سعر الموالح 30 جنيه، سعر حبه البركه 50 جنيه، الجبلي 50 جنيه، الجبل المصري في عندنا الصحراوي ب 100 جنيه، الخام ب 80 جنيه. احنا الاسعار القليله دي بتبقى المنتج بتاعها او الزهره بتاعتها متوفره طول العام، فبتبقى سعرها مناسب شويه ان احنا ما بنهدفش الربح. انا بالنسبه لي اهم حاجه وزاره الزراعه وزاره خدميه رقم واحد بالنسبه لها ان هي تقدم خدمه للمواطن المصري، مش عايزه تكسب قد ما هي عايزه تقدم الخدمه للمواطن المصري. كل المنافس خاصه بالوزاره، كل الموظفين العاملين بالوزاره موظفين من خلال الوزاره، فاحنا ما بيهمناش هدفنا ربح، احنا رقم واحد جوده وسعر مناسب يقدر ان هو يلائم السوق، عشان جشع التجار اللي احنا بقينا عايشين فيه نحاول ان احنا نلمه شويه من السوق المصري. فعلا انا لما بروح المنافس دي وعشان ابص على منتجات العسل هي الوحيده اللي يعني اكتر حاجه بتلفت نظري، وفي ناس تقول لي ايه عايزينك تجيب لنا عسل من بتاع وزاره الزراعه، فبروح اشوف السعر فعلا يعني ب 30 و 25، ويقول لي ده برسيم وده موالح وفي ده بالبردقوش، يعني حتى في تركيبه متنوعه عندهم من العسل وبسعر متوفره طول العام. انا فعلا بروج ليه؟ بروج عشان المستهلك اللي بيفكر في المنتجات دي وعاوزها وهي بيشعر ان هي غاليه ومش قادر يحصل عليها بالكميات اللي هو عاوزها، لا في مصادر مهمه وبجوده كويسه داخل هذه المنافس. انا الترويج بتاعي مش للسلعه، انا الترويج بتاعي لخدمه عايزك انت كمستهلك تحصل عليها وتستفيد انت واولادك. المجمدات اللي احنا بنشوفها يعني في لحوم مجمده وفي مصنعات لحوم، مصادرها والمراقبه عليها، انا ده يعني معلش هسالك كل شويه على الجزئيه دي لان هنا تهمني. يعني هل في مره حصلت ان طبيب من الطب البيطري او مفتش صحه جالك وقال لك لا ده شيله من هنا وخد معاك اجراء قانوني؟ لا مستحيل، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا كل المنتجات المجمدات زي ما حضرتك ذكرت من اللحوم او من الدواجن او من الاسماك بنحاول ان احنا نعرضها الاول على الاطباء المتخصصين من خلال المعاهد البحثيه الخاصه بالوزاره يدونا الاوكي فيها، خلاص تمام بتبدا تنزل المنافس. غير كده ما بنقدرش ننزلها المنافس غير لما ناخد تصريح مناسب ان المنتجات دي مظبوطه، سواء كانت لحوم برازيلي نعرف مده التاريخ الصلاحيه بتاعتها قد ايه، الصلاحيه
بتاعتها هتقعد في الثلاجات قد ايه، درجه التجميد المناسبه ليها قد ايه، كل حاجه لازم تبقى مناسبه عشان خاطر ان احنا نقدر نوفرها عشان صحه المواطن المصري. وانتم بقى المنافذ، يعني كان في تقرير معانا يا ريت نعرضه ثاني يا استاذ سامح، المنافذ شكلها بقى متطور يعني جدا. كان زمان يقول لك بص حاجه الحكومه شكلها عامل ازاي، انا شايف المنافذ وطريقه العرض والثلاجات، وانا يهمني يبقى عندي ثلاجات للحفظ ما تعطلش يعني بالزبط. فيها مولد كهرباء احتياطي، ده احكي لي كده تجهيزاتكم ايه؟ احنا بنجهز لكافه اي مشكله تقابلنا، احنا لينا عندنا موجوده متواجد ليها حل. احنا عندنا من خلال محطات الفرز والتعبئه بيبقى لدينا ثلاجات الحفظ، ثلاجات التبريد، ثلاجات التجميد، بحيث ان احنا من خلالها نقدر نوفر المنتجات في الوزاره. لدينا المنتج الثلاجات الخاصه بالمنافذ، بنحاول ان احنا نوفر من خلالها المنتجات الخاصه برضو بالوزاره. بنحاول ان احنا اهم حاجه الرقابه الصحيه والرقابه على المنتجات عشان خاطر ما يبقاش في اي مشكله تواجهنا. احنا بنوفر منتج كويس، بنوفر جوده عاليه، بنوفر سعر مناسب يقدر ان المواطن المصري يحصل عليه. طب بص يا باشمهندس بقى، حضرتك اشطر مني في الموضوع ده، انا نازل بكره عشان اجيب خروف مثلا، اختاره ازاي؟ والله دي انا بصراحه دي ما بفهمش فيها قوي، بس موضوع ان انت الخرفان والحاجات دي كانت جايبها من مكان انت واثق فيه، فانت ما دام جبت من مكان انت واثق فيه هتبقى بالنسبه لك المنافذ الخاصه بالوزاره هتاخد الحاجه انت مطمن ليها، ما تقلقش منها باي حاجه. انت ما دام جبت من مكان انت واثق فيه، حصلت اي مشكله او حصلت اي ازمه انت هتقدر ترجع للمكان ده، فانت هتقدر ان انت تاخد منتج انت مطمن له. في مشكله بتحصل ان بيبقى عندي مورد بيجي يقول لي انا هعرض المنتجات بتاعتي عندك، ولا ده ما يحصلش؟ لا احنا عندنا حتى لو في شركات بتبقى متداخله معانا عشان نوفر المنتج بتاعها للمواطن المصري، رقم واحد لازم يجيب لنا شهاده صحيه، رقم اتنين سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، لازم يكون في كل الاوراق المتخذه معاه، بيتعمل ما بيننا وما بينه بروتوكول تعاون عشان خاطر ان احنا يقرا البنود الخاصه بينا، ان الشهادات الصحيه بتاعت المنتج، السجل التجاري والبطاقه الضريبيه المخصصين بالشركه، عنوان الشركه، البيانات الخاصه اللي موجوده على الاستيكر بتاع المنتج بتاعه، المنتج يكون ليه شهاده صحيه خاصه بيه عشان خاطر المواطن يبقى بياخد من الشركه دي عارف ان انا باخدها من داخل الوزاره، هرجع على الوزاره، انا مش هرجع على الشركه، انا لو في اي مشكله انا هرجع على الوزاره لان انا خدت ده من داخل منفذ الوزاره. يعني واحنا بنعرض التقرير دلوقتي انا شايف الرنجه وشايف اسعارها غريبه، سعرها بعيد قوي عن سعر السوق اللي انا بشوفه بيه. بالظبط، جودتها هي نفس الجوده؟ اعلى كمان. اعلى؟ اعلى من الجوده اللي انت حضرتك هتاخدها من بره. احنا بنحاول ان احنا نوفر المنتجات بتاعتنا، قلت لحضرتك انا ما بهدفش الربح، انا بهدف لجوده وسعر مناسب، دي اهم حاجه بالنسبه لي. مش بس الرنجه، هتلاقي اللحوم برضو المجمده هتلاقي اسعارها 65 جنيه، دي السوداء البرازيلي مش هتلاقيها في اي حته في مصر، سعر ان الكيلو يبقى ب 65 جنيه كيلو صافي، مش 800 جرام ولا 850 جرام زي ما احنا بنشوف. برازيلي ب 65 جنيه كيلو صافي، اللحوم السوداني هتلاقيها ب 85 جنيه كيلو صافي. حضرتك بتاخد المنتج بتاعك انت واثق انك واخد رقم واحد جوده، رقم اتنين سعر مناسب، رقم ثلاثة ميزان مظبوط. انا كنت بدور في مرة على زيت الزيتون وفعلا بعد بحث شديد في الاسواق لقيت ان افضل نوع والمكتوب عليه زيت زيتون بكر وزاره الزراعه. في وزاره الزراعه بالظبط. وسعره احنا لدينا المزرعه بتاعتنا في نويبع، فمن خلالها بنوفر زيت الزيتون، فبناخده احنا مش عايزين اي حاجه غير الزيتون مزروع عندك قدامي بيتعصر قدامي بس ده ليه رخص التصنيع على فكره؟ طبعا احنا لدينا الرخص الخاصه، احنا لنا المزرعه الخاصه بمحافظه نويبع. بالراحه. لا 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 انا تحت امرك يعني ايه؟ انا اهم حاجه المواطن يبقى مطمن، احنا جايين النهارده عشان نطمن اسئله المواطن. بالظبط. اصل انا عشان اعمل او اصنع زيت زيتون مش شرط ان انا اللي زرعه وانا اللي هعصره، لا ما هو برضه خلي بالكم انا بساله الاسئله دي لان انا عارف هما بيعملوا ايه. بيبقى في رخصه تصنيع لان زيت الزيتون يعني ايه بكر؟ بكر ده يعني معصور على البارد. على البارد ده احسن حاجه. احسن حاجه في زيت الزيتون، حضرتك تقدر تاخد منه بيقلل نسبه الكوليسترول في الدم. مناسب جدا لمرضى القلب ومرضى السكر، بيقدروا ان هم ياخدوا منه على ريق النوم الصبح نص معلقه، ممكن ما يحطوش على الاكل، ممكن ياخدوا نص معلقه على ريق النوم الصبح. احنا لدينا المزرعه بتاعتنا في نويبع بتاخد زيت زيتون بكر صافي على البارد 100%، ما بيبقاش حضرتك واخده وانت مطمن بنسبه مليون في الميه، مش 100% بس. يا باشمهندس انت فعلا وش خير، يعني احنا بنشوفك في المناسبات السعيده اللي هي في شهر رمضان، في عيد الاضحى، موجودين مع المستهلك بيوفروا له احتياجات الاسره المصريه بسعر مناسب عشان ما تبقاش ثقيله على جيبه، وكمان بيوفروا له الجوده علشان ما يبقاش في عناء. في نقطه تانية، انت ممكن عشان تنزل للتسوق فانت محتاج سلع مختلفه، فهتروح هنا المكان ده لمكان تاني لمكان تالت، لا انت بتدخل منافذ وزاره الزراعه كل اللي انت بتحتاجه موجود في مكان واحد، فده برضو بيوفر لك الوقت والمجهود وعناء ان انت تبحث هشتري زيت الزيتون مثلا يعني من المكان ده عشان ارخص، بس مش هاخد من المكان ده اللحوم، لا ده مش هيحصل في منافذ وزارة الزراعة، انت هتلاقي السعر التنافسي موجود في كل المنتجات اللي معروضة في مكان واحد.
كل سنه وانت طيب. حضرتك بصحة. بشكرك سنة. نورتني. ربنا يخليك. ان شاء الله يبقى في استقرار دائم يا رب ان شاء الله. المهندس احمد مختار مدير منافذ الزراعات المحميه بوزاره الزراعه، بشكر حضرتك. وصلت طيب. حضرتك بصحة وسلامة. بعد الفاصل هكون معاكم اسمع منكم واتكلم معاكم، انقل رسالتكم للمسؤول في فقره الزراعيه مباشره.